بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة معدات صغيرة أو بسيطة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو المختص من طرف سيد التعليم الخياطة والفصالة في المركز التكوين المهني النسوي. فأرجو من المبتدئين والمبتدئات في الخياطة التقليدية للنساء أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. إذا المشاهدين الأفاضل، بعد تقطيع العقاد إليكم الطريقة البسيطة للصق هذه الشدة من العقاد. فحسب ما سبق لي أن شرح كيفية لصق العقاد وعدد الضربات بالإبرة والخيط وطريقة التلوية بالمفتل أو الترسان وخاتمة الخياطة أو الفينس وبجمع الطرفين للنصف طق، إليكم المتابعة.
وإلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فتابعونا في الفيديو القادم إن شاء الله لتروا كيف يتعامل الدرس في النصف توك عوضا عن العقاد، شرح واضح وبسيط. وأشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وشكرا لكم.